مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. بنرحب بالزميل العزيز محمد الديك. مساء الخير يا محمد. مساء الخير عليك كابتن، ومرحب بحضرتك وبالساده المشاهدين. وان شاء الله النهارده تبقى نهايه سعيده للنادي الاهلي في مونديال كاس عالم الانديه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ايه الصحافه النهارده بتقول ايه؟ النهارده كابتن في اهتمام كبير قوي بالصحافه البرازيليه واليابانيه والسعوديه والمصريه كمان. النهارده كابتن ماتش في طموحات كبيره وامال كبيره للنادي الاهلي ان هو يعوض نتيجه الماتش اللي فات، ويعني يقدم هديه لجماهيره بالحصول على الميداليه البرونزيه للمره الرابعه في تاريخه. الصحافه بتتكلم كلها كابتن النهارده على البرونزيه الرابعه. الحاجه الثانيه برضو بتتكلم ان فكره ان النادي الاهلي عاوز يوصل رساله ان هو كان الاحق بالتاهل للنهائي. من الحاجات برضو اللي الناس كلها بتتكلم عليها، النادي الاهلي كان اكثر اداء او اكثر سيطره في مباراه فلومينيز البرازيلي، والتوفيق ما حلفوش في ترجمه الفرص السهله خاصه في الشوط الاول في المباراه اللي فاتت. برضو من الحاجات اللي الناس اتكلمت فيها فكره ان النادي الاهلي كعبه عالي دايما على الفرقه اليابانيه. من الحاجات اللي الناس تذكرها على فكره دي مش اول مباراه. بالظبط، احنا النادي الاهلي دي اول مباراه في كاس العالم. تاني مباراه في كاس العالم بعد هيروشيما 2012، وربنا كرمنا كسبنا فيها 2-1. من الحاجات اللي الناس ناسياها، معرفش الناس يعني ما خدتش بالها، ان النادي الاهلي توج بكاس الافرو اسيويه. بالظبط، حضرتك كنت موجود فيها والكباتن الكبار كانوا موجودين فيها. صحيح. على فريق ياباني، وكانت من البطولات يوميوري اليابان. بالظبط، كانت من البطولات اللي يعني معرفش الاتحاد الاسيوي الاتحاد الافريقي لغاها ليه. كانت من الحاجات الكويسه. من الصحافه برضو ركزت على فكره ان مباراه النهارده على زعامه الافرو اسيوي. الاهلي بطل افريقيا، اوراوا بطل اليابان، بطل اسيا. يمكن الناس تتكلم على الاداء الفريق الياباني في اخر 3 ماتشات او في اخر 13 مباراه تحديدا ما كانش بالمستوى المرجو منه. يعني كمان حضرتك اتكلمت وقلت ان دي اخر مباراه للمدرب البولندي اللي ماسكه، اللي هو اعلن خلاص نهايه مشواره مع الفريق. صحيح. كمان من الحاجات اللي الناس بتتكلم فيها كابتن، ان النادي الياباني دي اخر مباراه ليه في السنه. ايوه، اول مباراه ليه في شهر 2. ايوه، من الحاجات برضو اللي الناس بتتكلم فيها. برضه يا كابتن، في الحاجات الصحافه البرازيليه بتتكلم على فكره ان النادي الاهلي النهارده عنده دوافع اكتر من الفريق الياباني. اتكلموا ان الاهلي كان قدم مباراه قويه جدا قدام فلومينسي، الا ان خبرات الفريق البرازيلي نجحت في السيطره او في ترجمه فرصه القليله اللي سحبته في المباراه، وكسب المباراه بضربه جزاء. طبعا الناس كلها اتكلمت عليها وعلى اداء الحكم. من الحاجات برضه يا كابتن بتتكلم فيها فكره ان النادي الاهلي لغايه دلوقتي متصدر التصنيف الافريقي، وان النادي الاهلي بطل افريقيا، والنادي الاهلي بطل في مصر الموجود. حتى الصحافه البرازيليه كاتبه كده وبتكلم ان النادي الاهلي متصدر مجموعته في دوري ابطال افريقيا في المركز الرابع في الدوري المحلي، وعنده ماتشات كتيره مؤجله ان شاء الله. بعد ما يخلص البطوله اللي جايه ان شاء الله وكاس افريقيا يرجع يستعيد ان شاء الله صدارته في الدوري المصري. من الحاجات الثانيه الناس بتتكلم فيها التصريحات أليكس شاك اللي هو لاعب اوراوا، قال لك النادي الاهلي نادي قوي جدا وكان اخطر قدام الفلومينسي البرازيلي، وقال ان احنا برغم ان هو خسرته كده الا ان هو منافس دائم التواجد على منصات التتويج. صحيح. طبعا من المفارقات العجيبه كابتن ان الثلاث ميداليات النادي الاهلي خدهم كلهم في قاره اسيا. في اليابان 2006، في قطر 2020، في الامارات اخر حاجه 2021. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله النهارده ونحقق الميداليه الرابعه، وتبقى السعوديه وشها خير علينا. من الحاجات برضو الثانيه اللي الناس بتتفائل فيها فكره الملعب بتاع الملعب مباراه النهارده، امير عبد الله الفيصل رئيس الشرف للنادي الاهلي، طبعا ليه ايادي بيضاء على النادي الاهلي وتاريخ كبير مع النادي الاهلي وعلاقاته كويسه برؤساء النادي الاهلي على مدار التاريخ. دي من الحاجات دي من الحاجات اللي يعني تدعو للتفاؤل. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله النهارده وتبقى النهايه سعيده قبل ما النادي الاهلي برضه يبدا منافسه جديده بعد يومين. مظبوط. برضه من حسابات حضرتك انت بتتكلم في الانترو بتتكلم على ضيق المباراه او ضيق الوقت. دي على فكره يا جماعه مش شكوى للنادي الاهلي وحده. مستر بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي قال من حق الفيفا ان هو يخترع او يعمل مسابقات جديده عالميه، لكن انا اللي بشكو منه كمدرب. صح. ضيق الوقت لازم يراعي عمليه الوقت. بالزبط. بالنسبه للعيبه والاجهزه الفنيه. بالظبط، ان انا كمدير فني محتاج ان انا اعمل استشفاء، محتاج ان انا ادرب لعيبتي على خطط جديده. من حق الفرق كلها او حق الفيفا والاتحادات القاريه انها تعمل مسابقات جديده. صحيح. لكن تنظر بعين الاعتبار صحه اللعيبه. صحيح. ضيق الماتشات كمان في حاجات كمان في منتخبات واجندات دوليه بتاثر على
على مستوى المنتخبات ومستوى الانديه. الصحافه السعوديه كابتن برضه اتكلمت النهارده على ان النادي الاهلي بيلاعب روراء بحثا على المركز الثالث وتعويض جماهيره عن خساره الماتش اللي فات، واتكلموا برضه ان الفرقتين عندهم الرغبه في تحصيل البرونزيه. روراء كسب قبل كده كابتن الميداليه البرونزيه مره واحده حسب النجم الساحلي، حسب النجم الساحلي في 2007 بالظبط، 2007 صح. عنده دي ثالث مشاركه ليه مقارنه بالنادي الاهلي، خبراته اقل شويه، لكن هو عنده امتياز شويه ان هو يعرف الملاعب السعوديه في ظل وجوده في دوري ابطال اسيا، وكمان حقق لقب اسيا على الهلال السعودي في السعوديه على حساب الهلال السعودي. برضه من الحاجات اللي الصحافه السعوديه مركزه عليها، وتتكلم كمان على فكره التدريبات بتاعت الفرقتين الاخيره، التدريب الاخير بتاع فريق روراوا، قالوا ان المدرب بتاعهم كان تمرين ترفيهي، خاصه ان هم لاعبين مباراه قويه قدام فريق مانشستر سيتي بعد النادي الاهلي، يعني الاهلي كان قبليه بيوم صح. فهم عندهم كان عندهم شويه اجهاد شويه، فقال ان هو كانت تدريبات ترفيهيه. على عكس النادي الاهلي قالوا ان مارسيل كولر ركز على فكره الضربات الجزاء، الضربات الترجيحيه. من الحاجات برضو الناس لازم تعرفها ان النهارده لو الماتش انتهى في الوقت الاصلي بالتعادل اللائحه اتغيرت، هنرجع لقصه ضربات الجزاء صحيح. بشكل مباشر برضو علشان ضيق الوقت بين الماتشين، وما اعرفش دي غريبه ان الماتشين يتلعبوا في نفس اليوم. قبل كده كان بيتلعب الثالث والرابع في يوم، والنهائي في يوم بيتلعب في نهائي لوحده باجواء ثانيه خالص. الصحافه المصريه النهارده كابتن بتتكلم على فكره البرونزيه الرابعه وتعويض عدم التاهل اللي الناس كلها برضو في غصه من الجماهير، ومن حق الجمهور ان هو يزعل، وده عاده جمهور النادي الاهلي ان هو دايما بيبص للحاجه العاليه. زي ما قلنا اتكلمنا في اول ماتش خالص يا كابتن، اتكلمنا وقلنا النادي الاهلي طموحه دايما رقم واحد صحيح، الرقم اثنين او رقم ثلاثه دي مش موجوده حتى في 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 في, في لوائح في لائحه الجوائز في بعض صح. المسابقات بالنادي الاهلي، يعني المعلومه دي يمكن الناس ما تعرفهاش ان اللائحه الماليه بتاعت النادي الاهلي في بطولات المركز الثاني ملهوش مكافاه مظبوط. النهارده النادي الاهلي يا كابتن عنده توافع كتير قوي لتحقيق الميداليه المركز الثالث ان شاء الله. اولا بتودي رساله للجماهير المتابعه ليك انك انت كنت الاحق بالتاهل للنهائي. ربنا ما ارادش زي ما حضرتك اتكلمت ان في سيناريوهات للمباراه. الحاجه الثانيه عدم التوفيق في ترجمه الفرص السهله اللي اتكلمنا فيها. تاني حاجه احنا بنتكلم مع فريق بطل امريكا الجنوبيه كسب بوكا جونيورز، يعني ما بيلعبش مثلا في قاره مجهوله او اوكيونوسيا او قاره مثلا فرقتين وماتش ذهاب وعوده وخلاص. اتكلم على فريق برازيلي مارسيلو اللي صاحب ضربه الجزاء ده عنده 4 كاس عالم، يعني عنده 4 القاب كاس عالم للانديه. فليب ميلو اللي عنده 40 سنه ده برده كان مع الانتر وحقق دوري الابطال وحقق كاس العالم للانديه. فالجمهور من حقه يزعل، بس يبص بهدوء شويه، عندنا مباريات كتيره وعندنا مسابقات كتيره صحيح. وده من حظ النادي الاهلي ومن حظ جمهوره ان هو الفرقه بتاعته مصدر سعاده ليه صحيح. في اوقات الناس كلها تتمنى لحظه سعاده في الاجواء اللي الناس عايشاها ربع السعاده بالظبط صحيح. الصحافه برضه كابتن بتتكلم كمان ان النادي الاهلي لسه الحلم موجود. خسرنا ماتش كان نفسنا نتاهل، بس عندنا ما يعني ما نبصش على الجزء الفاضي في الكوبايه زي ما بيقولوا، الكوب النص المليان في الكوبايه زي ما بيقولوا. عندنا فرصه 90 دقيقه تحقق بطوله، عندك مراكز او جوائز ماليه برضه لازم الناس تحطها في الاعتبار. فكره ان النادي الاهلي يا رب لا كرم ان شاء الله النهارده ميداليه البرونزيه، اضافه الميداليه البرونزيه الرابعه انجاز بالظبط، انجاز لقاره افريقيا. في انديه وصلت قبل النهائي، بس النادي الاهلي كمان وصل للمره السادسه في تاريخه صحيح. المره الرابعه على التوالي، ثالث مره ان شاء الله يبقى لينا نصيب في اسيا وتبقى وش السعد علينا يا رب. من الحاجات اللي الناس تتكلم فيها كابتن التشكيل برضو بتاع النهارده اللي هو مارسيل كولر يدرس اعطاء بعض العناصر فرصه قويه، خاصه ان احنا بعد يومين عندنا بطوله جديده، فهو حابب ان هو يكون تجربه للمباراه السوبر ان شاء الله في الامارات ان شاء الله. ده كابتن ابرز الحاجات اللي كانت موجوده عندنا. ان شاء الله نلتقي بعد المباراه ونبارك لحضرتك ان شاء الله ولجماهير النادي الاهلي على المركز الثالث والميداليه الرابعه ان شاء الله في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. طبعا شفنا تناول الصحافه الرياضيه وكلامها ازاي